السلام عليكم. اليوم نروح الولاية تاع قسنطينة، وبالضبط في منطقة الرتبة. هنا نشوف الحي الجديد تاع الرتبة، وكذلك نشوف الطريق، الأشغال تاع الطريق، ربط الطريق الوطني رقم 3 بطريق السيار شرق غرب. إذن على امتداد مسافة حوالي 9 كيلومترات. وهنا نشوف الطريق الوطني رقم 3 هنايا، الآن 3 هنا نشوف الطريق الوطني رقم 3، وكذلك نشوف الطريق الوطني A1، وهذا طريق السيار الشرق غرب اللي يسموه A1. وهنا نشوف الأشغال تاع طريق السيار هذا الجديد، طريق السريع الجديد. إذن اللي راه قيد الأشغال، وفيه جزء كبير منه راهي الأشغال المنتهية فيه. هنا نشوف الأشغال المنتهية، وهنا نشوف هذا الجزء هنا راه قيد الأشغال. وسوف يكون لنا فيديو عن الأشغال هذه، المنطقة هذه، وكذلك أشغال نتاع ربط حي الرتبة، هذا الحي الجديد تاع الرتبة بهذا الطريق. إذن للولوج إلى طريق السيار، وهنا نشوف فيه إشغال نتاع ربط محول، ربط إذن ما بين هذا الجزء اللي راه قيد الإشغال وطريق السيار شرق غرب هنا. وللعلم أنه هذا الإنجاز سوف يربط كذلك كل من مدينة زيغوت يوسف، وكذلك بلدية عين بوزيان، وكذلك بلدية ديدوش مراد. هنا نشوف هنا البلدية تاع ديدوش مراد، إذن في ربطها إذن بطريق السيار شرق غرب. إذن أترككم تتابعون هذا الفيديو عن هذه الأشغال، والسلام عليكم. هذه الرتبة الواقعة بديدوش مراد، سكانها ينتظرون بشغف الانتهاء من أشغال المنفذ المؤدي للطريق السيار شرق غرب، لما يمثله من اختصار للمسافة دون عناء العودة إلى الوراء، حيث الطريق الوطني الذي يشهد ازدحاما من حين إلى آخر. احنا قطب حضاري جديد يضم 6000 ساكن عدل، وفيه برامج كبيرة سكنية خلاف صيغ خلاف. 2021 تسليم المفاتيح بدينا نسكنو، من تما وحنا نعانيو إلى يومنا هذا. الطريق مكسرة، بيست ما تقدرش، ديرونجمون كبير. أشغال ربط الطريق الوطني رقم 3 بالطريق السيار شرق غرب متواصلة، ونسبة التقدم قدرت ب 97% لحد الآن. تم إنجاز 7 كيلومتر أشغال منتهية 100%. تبقى هذه القطعة فيها حوالي 270 متر. كان التأخر فيها ناجم عن عدم توفر مادة الردم، وبفضل السلطات المحلية لولاية قسنطينة على رأسهم السيد الوالي، تم منح الشركة ترخيص باستغلال منجمي لمادة الردم في حدود شهر إلى 40 يوم. إن شاء الله يكون الطريق مكتمل على 7.2 كيلومتر، القطعة المخصصة للشركة الجزائرية لأشغال الطرق ألترو. الشركة الصينية من جهتها تعمل على إتمام ربط محور الدوران بالمحول رقم 9 بالطريق السيار في النقطة الكيلومترية 212، وتكمن أهمية الربط في تسهيل عملية دخول مستعملي المركبات القادمين من ميناء جنجن، فضلا عن سكان ديدوش مراد وزيغود يوسف. قمنا برفع كل العوائق المتمثلة في، سواء كان تيار كهربائي عالي الضغط أو تيار كهربائي متوسط الضغط أو منخفض الضغط، مع نزع الملكية لتسهيل عملية الإنجاز. مثل هكذا مشروع كان مطلب سكان زيغود يوسف وديدوش مراد لتسهيل الوصول إلى الطريق السيار وربح الوقت نحو قسنطينة وولاية سكيكده.